بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل حديثنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونتناول في حلقتنا هذه الكلام عن فتاواه ومنهجه فيها، وما أمكن لأهل العلم الحصول عليه وجمعه منها. قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله: وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على الملل فهي أكثر من أن تحصى، لكن دون منها بمصر على أبواب الفقه 17 مجلدا، وهذا ظاهر مشهور، وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها إلا وأجاب فيها بديهة بما بهر واشتهر، وصار ذلك الجواب كالمصنف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب، وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله، إلى أن قال: وكان يكتب على السؤال الواحد مجلدا، وأما جواب يكتب فيه 50 ورقة و60 فكثير جدا. وقال عنه أيضا مبينا لمنهجه في الفتوى: ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب 4، وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور في مذاهبهم، انتهى. والمطبوع من فتاواه الآن الفتاوى المصرية في 5 مجلدات، ومجموعة الرسائل والمسائل 6 أجزاء طبعت في مطابع المنار، وعلق عليها وصححها السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. وأخيرا قام الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي بجمع الموجود من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع منها والمخطوط وترتيبها على الأبواب، فبلغت 35 مجلدا ضخما، وقد استفاد منها أهل العلم فائدة عظيمة، وأصبحت مرجعا كبيرا ومنهلا غزيرا. قال في مقدمتها: ولعظيم النفع بفتاويه والثقة منها واعتماد مبتغي الصواب عليها، فتشت عن مختصراتها في بعض مكتبات نجد والحجاز والشام وغيرها، فجمعت منها 30 مجلدا ورتبتها، وهو بدء، وإلا فعسى الله سبحانه أن يقيض لفتاويه من يجمعها من مشارق الأرض ومغاربها، ومن المكتبات التي لم نطلع عليها ويلحقه بما جمعته منها، فهو سبحانه المستعان. وقال ابنه الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم وفقه الله: تتألف هذه المجموعة القيمة من فتاوى، وهي الأكثر، ومن كتب ورسائل ونقول، بلغ عدد مجلداتها 34 مجلدا، قسم منها مطبوع، عدد صفحاته 7000 صفحة تقريبا، وقسم لم يسبق له طبع بل كان مخبوءا في زوايا المكتبات العامة أو الخاصة، وهذا القسم أكثر من الثلث تقريبا. والمجموع يتكون من أقسام: قسم في أصول الدين يشمل العقائد وما يتصل بها، وقسم في تفسير القرآن الكريم، وقسم في الحديث، وقسم في الفقه مرتبا على ترتيب كتب المتأخرين من فقهاء الحنابلة، مبتدئا من كتاب الطهارة إلى كتاب الإقرار. وهذا المجموع يعتبر رصيدا ضخما من علوم شيخ الإسلام ابن تيمية في مختلف العلوم الشرعية، فقد استفاد منه الباحثون فائدة كبيرة، فجزى الله من قام بجمعه وترتيبه ومن قام بطبعه وتوزيعه خير الجزاء عن الإسلام وأهله. ونسأل الله أن يوفق العلماء والباحثين والجهات العلمية
مثل رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ومثل الجامعات الإسلامية، أي لا تتبع مؤلفات هذا الشيخ ورسائله وفتاويه في مظانها من المكتبات العالمية وجمعها وتصحيحها ونشرها، فإن رصيده العلمي ضخم لم يعثر حتى الآن إلا على القليل منه. قال تلميذه الحافظ ابن عبد الهادي، وكان يعني الشيخ يكتب الجواب، فإن حضر من يبيضه وإلا أخذ السائل خطه وذهب، ويكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم في الأصول والفروع والتفسير وغير ذلك، فإن وجد من خطه وإلا لم يشتهر ولم يعرف، وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا يرده إليه فيذهب. وكان كثيرا ما يقول قد كتبت في كذا وفي كذا، ويسأل عن الشيء فيقول قد كتبت في هذا، فلا يدري أين هو، فيلتفت إلى أصحابه ويقول ردوا خطي وأظهروه لينقل، فمن حرصهم عليه لا يردونه، ومن عجزهم لا ينقلونه، فيذهب ولا يعرف اسمه. فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه، وما كفى هذا، لأنه لما حبس تفرق أتباعه وتفرقت كتبه، وخوفوا أصحابه من أن يظهروا كتبه، فذهب كل أحد بما عنده وأخفاه ولم يظهروا كتبه، فبقي هذا يهرب بما عنده، وهذا يبيعه أو يهبه، وهذا يخفيه ويودعه، حتى إن منهم من تسرق كتبه أو تجحد فلا يستطيع أن يطلبها ولا يقدر على تخليصها. وبدون هذا تتمزق الكتب والتصانيف، لولا أن الله تعالى لطف وأعان ومن وأنعم، وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه، لما أمكن لأحد أن يجمعها. وقد رأيت من خرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها ورد ما ذهب منها، ما لو ذكرته لكان عجبا، يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه، لأنه يذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. انتهى كلام ابن عبد الهادي رحمه الله عن مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية. هذا، ونحن في هذا البرنامج المبارك إن شاء الله نحاول أن نقدم للمستمعين الكرام بعض الأضواء على فتاوى هذا الإمام الجليل، بما نقتبسه من مضامينها، وما نقتطفه من ثمارها اليانعة، وما نشمه من أزهارها العطرة، ليصل شيء من فوائدها إلى من لم يطلع عليها، لأن هذا من نشر العلم ومن التعاون على البر والتقوى. ونسأل الله لنا الإعانة على تحقيق هذه المهمة والتسديد فيما نقوله وما ننقله، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.